مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير. فيما يلي نقدم لكم نشرة الأخبار المفصلة التي نستهلها بالأنباء الداخلية ونستهلها بأبرز العناوين. الحكومة الإريترية تعمل على تحقيق أهداف الألفية. مدينة كرن يثمنون سكانها جهود الدولة في تشييد مسجد عصري. الجبهة الوطنية لتحرير الأوغادين تغتال جنرالا في الجيش الأثيوبي. ومقتل أكثر من 20 مدنيا في العاصمة الصومالية. أهلا بكم. أوضح معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح خلال مشاركته في الدورة 65 للاجتماع العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي انعقد مؤخرا في نيويورك بأن إريتريا تتمسك بعهد قوي لبلوغ أهداف الألفية وأرست بنى تحتية مطمئنة لطي صفحة المجاعة وتأكيد الأمن الغذائي. وأوضح معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح بأن إريتريا سجلت خطوات نموذجية في مجال تأكيد نشر التعليم المتكافئ وصحة الأمومة والطفولة وضمان صحة البيئة، وكذلك في مجال مكافحة مرض المناعة المكتسبة ومرض الملاريا وغيرها من الأمراض الخطيرة، إلى جانب توفير مياه الشرب النقية. وأرجع هذه الإنجازات التي تحققت وتتحقق إلى الجهود المتعاظمة التي بذلتها إريتريا فيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية. وأضاف معالي وزير الخارجية أن الحكومة الإريترية وإيمانا منها بأن التعليم حجر أساس النهضة الشاملة، فإنها وضعت التعليم في سلم أولوياتها وتقدم التعليم إلى أبنائها مجانا حتى المرحلة الجامعية، مشيرا إلى النجاحات الهامة التي سجلتها إريتريا خلال 20 عاما الماضية في بناء وتوسيع المؤسسات التعليمية. وقال أن ثمرة تلك الجهود قد انجلت في تنامي نسبة المتعلمين من الشباب أكاديميا ومهنيا، وهذا التقدم انعكس إيجابا في إنجاح برامج التنمية التي تنتظم البلاد، وكذلك في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين. وفي ختام الكلمة التي ألقاها معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح في الدورة 65 لاجتماع منظمة الأمم المتحدة الذي انعقد مؤخرا في مدينة نيويورك، أعرب عن ثقة الوفد الإريتري في أن تعمل مؤسسات المنظمة الأممية والمجتمع الدولي بشراكة عادلة لتحقيق أهداف الألفية، داعيا أعضاء المنظمة من الدول إلى العمل جاهدة وبتعاون لتجسيد التعهدات التي قطعتها عام 2000. أوضح سكان مدينة كرن بأن تشييد مسجد حديث في مدينتهم يعتبر تجسيدا لمبادئ ومواقف الحكومة الإريترية، وذلك تجاه حرية الأديان. وفي استطلاع أجراه مراسل وكالة الأنباء في أوساط المواطنين، أجمعوا بأن المسجد الذي شرف على إكمال أعمال بنائه أو اكتمال أعمال بنائه مفخرة للسكان بصفة عامة وللمسلمين خاصة. وفي هذا الصدد قال السيد عبد الحكيم عامر شنقب أن بناء المسجد وبهذه المواصفات دعامة كبيرة للتعايش والوحدة الوطنية والوئام الذي تميز به الشعب الإريتري، كما يعكس مواقف نهج الحكومة الإريترية الواضحة والعادلة في قضايا الأديان. من جانبها أوضح السيد جامع دار هيابو بأن بناء مسجد حديث في موقع كان إبان الاستعمار مركزا لشرطة المديرية ومقر لسجن وتعذيب ونفي المواطنين دليل على الاهتمام الخاص التي توليه الحكومة الإريترية في حق المواطنين في اعتناق الأديان واحترامها لمعتقداتهم الدينية ورعايتها لهم. الجدير بالذكر أن المسجد الحديث بمدينة كرن، والذي يتم إنشاؤه في مساحة تقدر ب9000 متر مربع، يشتمل على مواقع لأداء فرض الصلاة للجنسين ومعهد ديني وغيرها من الأجنحة. أوضحت مسؤولة التعليم لما قبل مرحلة الأساس بوزارة التعليم السيدة أبا بهبتوم بأن الدورات التأهيلية تلعب دورا مهما في رفع قدرات المعلمين وبناء تلميذ يمتلك ناصية التعليم الأكاديمي.
وقالت المسؤولة لوكالة الأنباء الإريترية أنه لا يمكن الحديث عن القدرات الكافية لمعلمي مرحلة الأساس، ولذلك تنظم دورات تأهيلية لمعلمي مدارس رياض الأطفال لسد القصور في هذا الجانب. وأضافت السيدة أبابة هابتوم أن تعليم النشأ ليس ترسيخا للجوانب الأكاديمية فقط، بل يشمل أيضا تأكيد جميع مراحل التطور، ولأن 80% من مرحلة الطفولة تعتبر الأساس لتنمية مدارك الأطفال، وجب على الآباء اللعب الدور المنوط بهم في تهيئة الطفل للتعليم. هذا وفي البلاد عامة 494 رياض أطفال تستوعب أكثر من 40,000 طفل، منتشرة ما بين الحضر والريف، وذلك بفضل الجهود المقدرة التي تبذلها الحكومة لتأكيد خدمات التعليم فيما قبل الأساس. وأوصت مسؤولة مرحلة ما قبل الأساس بوزارة التعليم الجاليات والمستطيعين أن يسهموا في نشر مدارس رياض الأطفال تماشيا مع جهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي. وأوضحت السيدة أبابة هابتوم تقارب مدارس رياض الأطفال الرسمية والأهلية مع بعض الامتيازات التي تتمتع بها الأولى. تم تأهيل في مديريات أرعتا ووسط دنكاليا وجنوب دنكاليا بإقليم جنوب البحر الأحمر 2190 أسرة محتاجة بتقديم الماشية لهم بقيمة حوالي 12 مليون نقفة. وأوضح المدير العام لقسم التنمية الاقتصادية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد جبر سلاسي أرعدوم بأن كل أسرة قدمت لها الماعز والأغنام بقيمة بلغت 5500 نقفة. وقال أن هدف البرنامج الذي تنفذه الحكومة هو تمكين الأسر المحتاجة من تربية الماشية للاعتماد على ذاتها وتأمين الغذاء لأفرادها. وذكرت إحدى متلقيات الدعم السيدة روبي حسين قاسم من سكان رحيتا أن الجهود التي تقوم بها الحكومة دوما في مختلف المناطق تظهر مدى رعايتها لشعبها، وشكرت الدعم المقدم لها. من جانبها أيضا شكرت السيدة فاطمة مالكو في منطقة القاهرة الدعم المقدم لها، وذلك في إطار تحسين معيشتهم وضمان مستقبل أبنائهم، مؤكدة بأنها ستسعى جاهدة لإنجاح أهداف البرنامج. في ظل توسع الخدمات الصحية بمديرية فورو تشهد المديرية نشاطات حثيثة لنشر وتوسيع القطاع الصحي، وذلك لضمان سلامة صحة المجتمع. وقال مسؤول مستوصف المديرية السيد منغست أبتولدي أن المؤسسة الصحية تقدم خدمات صحية منسقة تشمل علاج الأطفال ما دون الخامسة ورعاية الأمومة ما بعد وقبل الولادة وتطعيم الأمومة والطفولة، كما يقدم المستوصف فيتامين ألف والحديد والفحص الطوعي للدم ومرض السل، إلى جانب برامج التعبئة والمحاضرات الصحية التي تنظم للحوامل، وذلك لوضع حملهن في المؤسسة الصحية. كما تم إنشاء أجنحة للانتظار لترتفع بذلك نسبة المترددات على المؤسسة الصحية نسبة 50%، وتلعب دورا مهما في تقليص الوفيات في أوساط الأمومة والطفولة. وأمن مسؤول مستوصف مديرية فورو على الدور الكبير الذي يلعبه طريق قوحيتو فورو في ربط الضواحي المتناثرة في المرتفعات والجبال وتلقي سكانها الخدمات الصحية من مراكز الصحة بضواحي روبروبيا ولحازين وإرافالي وفورو. الجدير بالذكر أن مستوصف فورو قد قام باستقبال نحو 4000 من المرضى، كما وضعنا أكثر من 120 من الحوامل حملهن في المستوصف خلال 6 أشهر الماضية، لترتفع بذلك نسبة المترددين ومتلقي العلاج بالمستوصف بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي. هذا وذكر مسؤول مستوصف مديرية فورو بإقليم شمال البحر الأحمر السيد منغس أب تولدي المواطنين، ذكرهم للاستفادة الأمثل من الخدمات الصحية المتوفرة لهم. السيدات والسادة، كانت هذه أنباؤنا الداخلية، الأنباء العالمية بعد فاصل قصير، فابقوا